بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في هذه الحصة التي من خلالها سنقوم بتقديم برمجية. دونك هذه البرمجية بطبيعة الحال هي على الجوجبرا، وكما ترون في العنوان هنا الألغوريثم دو كليد. بطبيعة الحال سنقوم بإدخال عددين أ و ب. دونك هنا المطلوب منا إدخال سيزيغ دو زونتي ناتشوريل أي بي، دونك أ دو إتر سوبيريور إيكال أ بي بطبيعة الحال، حتى نقوم بإنجاز القسمة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر للعددين أ و ب. دونك الهدف من هذه البرمجية بطبيعة الحال هو حساب لو بي جي سي دي ديال العدد أ و العدد ب. دونك هذه البرمجية تتميز بإيجاد هنا وجود عفوا زر تفاعلي هنا. دونك لاحظوا معي، إذا قمت بتغيير قيم أ وقيم ب فإن هذا الزر بطبيعة الحال سيتغير. دونك مثلا هنا سأقوم بإدخال 11، دونك هنا ستتغير بطبيعة الحال كالكولي لو بي جي سي دي دو 16 و 11. مثلا ممكن أنني نقوم بإدخال العدد 17 هنا كذلك، كالكولي لو بي جي سي دي دو 17 و 11. دونك لاحظوا معي ماذا سنفعل هنا. دونك إذا ضغطت على هذا الزر كالكولي، دونك هنا سيعطيني طريقة حساب لو بي جي سي دي دو 17 و 11، يعني طريقة حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 17 و 11. دونك 17 تساوي 11 في 1 زائد 6. دونك أولا قمنا بقسمة العدد 17 على 11 بطبيعة الحال، ثم قمنا بقسمة العدد 11 على 6. دونك 11 تساوي 6 في 1 زائد 5، وبعدها سنقسم 6 على 5. دونك 6 تساوي 5 في 1 زائد 1، وأخيرا هنا سنقسم 5 على 1. دونك 5 تساوي 1 في 5 زائد 0. دونك آخر باقي غير منعدم هنا، دونك لو ديغني غيست نول، دونك آخر باقي غير منعدم هو 1. وهذا يعني بأن البي جي سي دي، دونك القاسم المشترك الأكبر للعددين 17 و 11 هو 1. وعندما يكون لو بي جي سي دي ديال العددين يساوي 1، نقول إن العددين أوليين فيما بينهم. دونك عدد 17 وعدد 11 هما عددان أوليان فيما بينهم. دونك يمكننا أخذ مثال آخر. مثلا سأقوم بإدخال العدد 16 والعدد 11. العدد 16 والعدد 11 كذلك هما عددان أوليان، لأن لو بي جي سي دي القاسم المشترك الأكبر للعدد 16 و 11 هو 1. سنجرب مثلا 16 و 12 بطبيعة الحال. دونك لو بي جي سي دي ديال 16 و 12 هو 4. دونك 16 تساوي 12 في 1 زائد 4، و 12 تساوي بطبيعة الحال 4 في 3، دونك الباقي يساوي 0. دونك آخر باقي غير منعدم هنا هو 4. دونك لو بي جي سي دي دو 16 اي 12 هو 4. سنقوم بدراسة بعض الأمثلة. دونك هنا قمت بأخذ صورة من الإنترنت وسأقوم بإنجاز هذه العمليات. دونك مثلا سنبحث عن القاسم المشترك الأكبر للعدد 1015 والعدد 717. دونك هنا سأقوم بإدخال العددين، سأدخل في العدد مكان العدد أ سأضع 1015، ثم مكان العدد 12 سأقوم بإدخال العدد 717. دونك هنا عندما أضغط على هذا الزر سيعطيني بطبيعة الحال طريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر. دونك 1015 تساوي 717 في 1 زائد 298. لاحظوا هنا 717 تساوي 298 في 2 زائد 121، وكذلك 298 تساوي 121 في 2 زائد 56. العدد 121 يساوي 56 في 2 زائد 9. العدد 56 يساوي 9 في 6 زائد 2. العدد 9 يساوي 2 في 4 زائد 1. وأخيرا 2 يساوي 2 في 1 أو 1 في 2 زائد 0. آخر باقي غير منعدم هو 1. وهذا يعني بأن العددان 1015 و 717 هما عددان أوليان فيما بينهم. سنجرب مثلا 1015 و 716. هنا سنقوم بتغيير العدد 717 نجعله 716. بطبيعة الحال هنا العملية تتغير. دونك لاحظوا سأحصل على 1015 تساوي 716 في 1 زائد 299. العدد الآن 716 يساوي 299 في 2 زائد 118. 299 تساوي 118 في 2 زائد 63 إلى آخره. وهنا آخر عملية، دونك 7 تساوي 1 في 7 زائد 0، يعني آخر باقي غير منعدم هو 1. وهذا يعني بأن العددان أوليان فيما بينهم.
خذ المثال الآخر 1015 مع العدد 715، دونك سنقوم بإدخال مكان 716. الآن سندخل 715 لاحظوا معي هنا سيكون آخر باقي غير منعدم هو 5، وهذا يعني بأن لو بي جي سي دي ديال العددين 1015 و715 هو 5. مثال آخر كذلك هنا لدينا 1015 و714، هذه مجرد أمثلة حتى نجرب هذه البرمجية. لاحظوا إذا قمنا بإدخال العدد 1015 والعدد 714 فإن آخر باقي غير منعدم ديغني غيست مولين هو 7، وهذا يعني بأن لو بي جي سي دي ديال العددين 1015 و714 هو 7. وبطبيعة الحال يمكننا إدراج أمثلة بسيطة مثلا العدد 16 مع العدد 14، يكون 16 مع 16 بطبيعة الحال بي جي سي دي هو 16، مثلا 16 مع العدد 6. دونك لاحظوا هنا 16 تساوي 6 في 8 زائد 4، 6 تساوي 4 في 1 زائد 2، و 4 تساوي 2 في 2 زائد 0. دونك آخر باقي غير منعدم هنا هو 2، وهذا يعني بأن القاسم المشترك الأكبر للعددين 16 و 6 هو 2. أخذ مثلا 16 مع العدد 12، القاسم المشترك الأكبر للعددين 16 و 12 هو بطبيعة الحال 4. دونك 16 تساوي 12 في 1 زائد 4، و 12 تساوي 4 في 3 زائد 0. دونك آخر باقي غير منعدم هنا هو 4 بطبيعة الحال. نأخذ مثلا 16 مع 15، دونك هذا العددان هما عددان أوليان فيما بينهما. نأخذ مثلا 17 هو العدد مثلا 11 و 12، 11 مثلا بطبيعة الحال هما عددان أوليان فيما بينهما. دونك 17 تساوي 11 في 1 زائد 6، 11 تساوي 6 في 1 زائد 5 إلى آخره. دونك آخر باقي غير منعدم هنا هو 1، وهذا يعني بأن العددين 17 و 11 هما عددان أوليان فيما بينهم. خذ مثال آخر مثلا 37، 37 مع 11 بطبيعة الحال هما عددان أوليان فيما بينهما. خذ مثلا 37 مع العدد 13، دونك كذلك هما عددان أوليان فيما بينهم. دونك هذه البرمجية تمكننا من إيجاد القاسم المشترك بطبيعة الحال الأكبر لعددين نقوم بإدخالهما عن طريق بطبيعة الحال لوحة المفاتيح. دونك مثلا هنا 371 والعدد 132، دونك هما عددان أوليان فيما بينهما. وهذه طريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر. دونك هنا لدينا آخر باقي غير منعدم هو 1، وهذا يعني بأن لو بي جي سي دي دو 371 و 132 تقال 1، وهذا يعني كذلك بأن العددان أوليان فيما بينهم. دونك كانت هذه برمجية تتعلق بحساب قاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين بطبيعة الحال. وإلى برمجية مقبلة بحول الله.